حنا جينا هنا على الوقفه هذا لحقاش كاينه جلسه ديال التحقيق اليوم، داكشي علاش جينا هنا وعلاش شنو وقع الحفيظه؟ حفيظه راه تقتلها قتلها راجلها وضرتها، هما اللي قالوا لنا على حساب الاعترافات ديال التحقيق. كيفاش داروا لها؟ قاتلينها ورموها البير، ربما لواحد الضيا ديال الماء. المهم الظروف غامضين، داكشي سبب الوفاة، السبب علاش قتلوها مازال ما عرفناش. تكرفصنا ماشي غير تكرفصنا. والناس الله يجازيهم بخير. يعني ما قريناش للناس بلي جايين هذه الوقفة هذه. ما راه غادي يكون قيمة ديال البشر هنا. خرجوا الناس ساقلفت، علاش خرجوا الناس؟ خرجوا الناس لأن تصدموا بهذا الشيء هذا. الدرية باقا صغيرة مسكين. باقا صغيرة، هي في التصويرة. 21 سنة، 22 سنة. واخا شنو بغيتوا أنتم كعائلتها وشنو؟ حنا بغينا هاد الناس هادو يتعاقبوا أقصى العقوبات، لحقاش هما كانوا كيراوغونا باللي راه اختفت البنت وهي لايحينها، عارفين لي فين لايحينها، ومشاو كيقلبوا على عندنا في البلاد، يعني 40 كيلومتر 50 كيلومتر وغير كيلومتر حدا الدار، وعارفين فين رموها وجاو تيقلبوا. داكشي علاش انا اظن الناس جيراننا وصحاب تيقلبت، لحقاش هاد الناس هادو كيتماثلوا وجاو تيقلبوا عندنا في البلاد، ياك ما يلقاوها عندنا في البلاد ولا كيقلبوا فين يرميوها عندنا في البلاد باش يلقاو الحجه، يكونوا الناس ديال البلاد الجيران في مشكل. شنو رسالتك للقضاء والقاضي اللي مكلف بالقضاء؟ شنو تقول ليه؟ انا كنقول هاد الناس هادو خصهم يتعاقبوا اقصى العقوبات. والناس كنشكر كل شيء. تاثرات بزاف العائله، الاب ديالها، انا عمها، راه مصدوم ما قادش يهضر، وراه غير كنهضروا بزاف.